أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح من قال إن القول على الله عز وجل بلا علم أعظم من الشرك؟ وهل معناه أن الله لا يغفره له؟ لأن الشرك قول على الله بلا علم، الشرك داخل فيه، وأن تقول على الله ما لا تعلم. فإذا قال على الله ما لا يعلم بالشرك لا شك أنه لا يغفر، أما إذا قال دون الشرك فهذا محل عفو الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.